ال cause of this مات من السبسس او من الامبايوما. ال period between trauma and this قلنا more than one week، لان في عندي sign of sepsis اللي انا شايفاها ال yellow discoloration اللي في البلورا ده. تمام، ده الجار. بعد كده الجار اللي بعد كده دي عبارة عن piece of skin تمام من the scalp. ال age و ال sexual race كانت be identified. تمام، طيب ال piece of skin دي انت عرفت ازاي من السكالب؟ لما هقرب عليها قوي او هبص فيها كده عن قرب هلاقي فيه الهير فوليكل، بس احنا عاملين شيفنج، عاملين شيفنج للهير عشان نشوف الوند اللي موجودة عن قرب، بس هنلاقي هنا الهير فوليكل لما هتقرب كده في المنطقة اللي فوق دي هتشوف الهير بالذات. فاحنا عرفنا ان الهير المنطقة ان السكين ده اخدينه من السكالب. قالك لان ما تيجي تدقق بقى وتبص كده هتلاقي مالتيبل ووند، اكتر من ووند كده، والووند ده الايدج بتاعته شكلها الريجولر تمام، مفيش جابنج ولا حاجه، بس الايدج كمان فيها كونفيوجن وكروزز. هو ده الكونفيوز ووند، هي دي مميزات الكونفيوز ووند. اللي بيحصل بايه؟ اللي بيحصل بيه البلانت اوبجكت، وطبعا الدبس بتاعه سوبرفيشال. طيب القصة الانسترومنت عندي هيفي بلانت انسترومنت، زي ما قلنا الكونديشن بتاعي ده ايه؟ ده اعتداء هوميسايد. واحد نزل بشومه على راسه وعمل له اكتر من جرح، واحد نزل بشومه على راسه. طب انت عرفت منين واحد نزل بشومه على راسه؟ في كيس سيناريو بنستلمه مع الجار، الجار ده ما بيجيلناش كده لوحده، لا ده في هيستوري كده بيبقى جاي مع الجار قبل ما بنكتب الريبورت ده. طيب بعد كده ال cause of this، ال cause of this انا قلت لك ان المنطقه اللي جاي منها ال piece of skin دي جايه من السكالب، قدمها من السكالب، فال cause of this هنا هيبقى intracranial hemorrhage، وبالمنظر ده confused wound متعدده بالمنظر ده تمام نتيجه ضرب عنيف. فال cause of this هنا انا استنتجت ان هو مات من intracranial hemorrhage او مات من البرين laceration. تمام، permanent infirmity مفيش، قلنا هنشوفها مع السكال لسه. period between trauma and death ده died shortly، ليه؟ لان لا في healing ولا في sepsis، مفيش sepsis مفيش بس. تمام، طيب الجار ده لما هاجي يا ولاد اقلبه كده ابص على الباك هلاقي جايب لك فيه جزء كده من اللارنكس والابر بارت اوف ذا تراكيا. ليه؟ عايز اقول لك ان كان في محاوله اختناق، يعني الاسيلنت حاول يخنق الفيكتيم. اتندت سروتلين، الاتندت سروتلين دي هشوفها على اللارنكس والتراكيا في شكل سب ميوكس كونفيوجن، في شكل ايه؟ بتيكيال هيموريدج كده صغيره تحت الميوكس ميمبرين المبطن باللارنكس والتراكيا. تمام، فعايز اقول لك ان كان في اتندت سروتلين بس هو سبب الوفاه، فلما حاول ان هو يخنقه وما ماتش جاب شومه بقى وضربه فوق دماغه. ده باقي السيناريو، باقي سيناريو الحادثه دي، ضربه بشومه فوق دماغه ومات من الانتراكرينيال هيمرج، ما ماتش من السروتلين، بس كان في محاوله للسروتلين. فنتيجه الكمبريشن على اللارنكس والتراكيا شفنا السب ميوكس كونتيوجنز دي. تمام، ما ننساش المعلومه دي في الجو ده. نيجي بعد كده ده بيس اوف ذا نيك، بارت كده من النيك اوف اذر فيكتيم. تمام، طيب انا شايف فيها ايه؟ شايف فيها ووند، الووند شكله فيوزيفورم وايد كده بالمنظر ده، في جابين. تمام، والاتش بتاعته ريجولر، الاتش بتاعته ريجولر، يبقى ده على طول ده كات ووند، او بنقول عليه كات ثرول، يبقى هنا كات ووند. طيب انا حاطط لك كده عصايتين، عصايه زرقاء، العصايه الزرقاء دي ماشيه في التراكيه، وهي عصايه صفراء دي ماشيه في الاسوفيجس. ولو دققت في الووند وبصيت فيه من جوه هتشوف الفيرتبري، يبقى الووند ده ديب قوي، يبقى ده كات ثرول، حصل نتيجه شارب انسترومنت. تمام، وماشي الدايركشن بتاعه ترانزفيرز بلو ذا ليفل اوف ذا لارنكس، بلو ذا ليفل اوف ذا لارنكس، يقول لي ان ده هوميسايدال. ليه؟ اصل لو هو سويسايدال، في عندكم حاجه اسمها سويسايدال كات ثروت، في مقارنه كبيره في الكتاب النظري كده في الفرق ما بين السويسايدال والهوميسايدال. السويسايدال كات ثروت ده شخص واقف قدام المرايه رافع رقبته، فالوند هيبقى الليفل بتاعه اباف ذا ليفل اوف تراكيا، انما ده شخص لا بيحاول يقاوم فبيثني رقبته، فدي هوميسايدال، هيجي الجرح بلوزا ليفل اوف تراكيا. بالاضافه ان السويسايدال هيبقى في حاجه اسمها هيزيتيشن مارك، يبقى ده نستنتج ان ده هوميسايدال. ليه؟ من الدبس بتاع الوند، الوند ديب اول حاجه. تمام، ان الوند ديب. تاني حاجه ان مفيش هيزيتيشن مارك. تمام، تالت حاجه ان هو بلوزا ليفل اوف ذا لارنكس، فكل ده قال لي ان هو ايه؟ ان هو هوميسايدال. تمام،
طيب اللونج ده يسبب لي الوفاة، ايه الكوز اوف ديس؟ هنا الكوز اوف ديس ممكن يكون من الهيموريدج لان هو اخد الكاروتيد ارتريس، ممكن يكون من الاسفيكسيا نتيجة ان البلاد دخل جوه الترقية، او ممكن يكون امبوليزم الاير دخل جوه الفينز عمل لي امبوليزم، ده الكوز اوف ديس. طب الفيريد بتكون تروما اند ديس، هل في هنا هيلينج؟ هل في ابروكسيميشن للايدز اقدر اقول في هيلينج؟ هل في سبسس شايف بس؟ لا مفيش الكلام ده خالص. يبقى الفيريد بتكون تروما اند ديس ده دايد شورتلي. تمام، نيجي بعد كده للجار اللي بعديه، دي عباره عن ايه؟ عباره عن رايت لانج. ليه قلت عليها رايت لانج؟ لان زي ما احنا قلنا شايف فيها الثلاث فتحات بتاعه الثلاثه برونكاي. الرايت برونكاس بتتقسم الى ثلاثه برونكاي اول ما بتدخل في الرايت لانج. طب عندي ثلاث فتحات بالمنظر ده. طيب شايف فين الوند بتاعنا؟ الوند اهو في الناحيه الشمال كده. تمام، في ايه الوند بتاعي ده؟ له بوينتد اند، سنجل بوينتد اند، والناحيه الثانيه راوندد. شكله كده بيفكرك بايه؟ شكله كده بيفكرك بالنايف اللي كنت قلت لك. النايف ليها شارب ايدج واحده، سنجل بليدد شارب اوبجكت النايف، فهتعمل لي سنجل بوينتد اند. تمام، والناحيه الثانيه هتبقى راوندد اللي هو ايه الجزء الثاني الاذر سايد بتاع السكينه بيكون بلانت، فهيعمل لي الناحيه الثانيه هتبقى راوندد بالمنظر ده مع الجابنج، فالوند بتاعي وسع كده بالمنظر ده. يبقى ده عباره عن ايه الوند ده؟ الوند ده عباره عن بينتريتنج ستاب وند، السبب فيه شارب انسترومنت. الشارب انسترومنت قلت عليها سنجل بليدد ويبن، بين قوسين كده تكتب النايف. تمام، طب الكونديشن هنا ايه؟ الكونديشن هنا هوميسايدال، المكان ده وفي ستاب يبقى دي هوميسايدال، اعتداء. طيب سبب الوفاه بيكون هيموريج، البيريود بتكون تروما اند ديس دايد شورتلي من الهيموريج. نيجي بعد كده، ده سبيسمن دي عباره عن ايه؟ اوبن هارت كده اوف ا يونج فيكتيم. يونج فيكتيم دي حجمه صغير بتاع يونج فيكتيم، ايج 6 ريس كانت بي ايدنتيفايد. طيب ايه اللي حصل هنا؟ ايه عايزه اوريك ايه في السبيسمن ده؟ انا فاتح لك الهارت وانت شايف الاندوكارديوم، انا شايف بقى تحت الاندوكارديوم ديفيوز سب اندوكارديال هيموريج، دي اكتر حته واضحه فيه. ديفيوز سب اندوكارديال هيموريج او بنقول عليها كونتيوجنز اندر ذا اندوكارديوم. الكونتيوجنز اندر ذا اندوكارديوم اللي هيعملها لي هنا في المنظر ده بلو توز بيريكورديوم، بلو للمنطقه البريكورديوم، تعمل لي بلو يعني ضربه او تروما للبريكورديال ايه اريا. تمام، طيب التروما دي ممكن تدخل الهارت في ايه؟ تدخله في اريزميا، ابنورمال ريزم، يؤدي الى الدس. يبقى هو ده سبب الوفاه هنا، يبقى الكوز اوف ديس هنا ان هو بلو تو ذا بريكورديوم ادى الى ايه؟ اريزميا. طيب هل في حاجات تانية ممكن تعمل لي المنظر ده في الطب؟ اه في حاجات تانية تعمل لك المنظر ده، تعمل لك الديفيوز سب اندوكارديال هيموريدج ده. ايه هي؟ البيرن، التوكسن اللي بتطلع لما بيحصل بيرن جزء من الجسم بيطلع منها توكسن، التوكسن لما توصل للهارت بتعمل المنظر ده. الاكسترنال بليدنج او الاكسترنال هيموريدج البليدنج. تمام، وبيدخل ندخل في مرحله مع البليدنج، ندخل في مرحله الشوك، بيبدا الهارت بتاعي يحصل تاكي كارديا، الهارت ريت يزيد، الهارت يفضل يكونتراكت بشكل عنيف، الكونتراكشن العنيف ده يدخل الهارت في المنظر ده. طيب البلاد ديزيز مثلا، عندهم مشكله في البليتلت او الكواجيليشن فاكتور او في لوكيميا او whatever، في بلاد ديزيز معين ممكن يؤدي الى المنظر ده. طيب الارزينيك او الفوسفورس بويزنينج، البويزنينج. تمام، بايه بالذات؟ بالارزينيك والفوسفورس. يبقى هما خمسه كونديشن يعملوا لي المنظر ده. اول حاجه البلو اللي هو سبب الهارت اللي معانا اللي مفتوح النهارده ده بلو، ده ضربه او تروما عملت المنظر ده. تمام، ممكن يكون تيرن، تمام، ممكن يكون بليدنج، ممكن يكون بلاد ديزيز، ممكن يكون بويزن. خمس حاجات، خمسه بي، اظن نقول خمسه بي. تمام،